وينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل الصحفي شيروان ملا إبراهيم. شيروان، أهلا بك معنا. بداية، كيف تجري عملية الاستفتاء حتى الآن، وما هو حجم المشاركة فيه؟ نعم سيدتي، منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم كان الإقبال على صناديق الاقتراع يعني على عكس المتوقع، يعني في العديد أو الكثير من المراكز كان هناك أناس مواطنون يقفون على الطوابير وربما ينتظرون نصف إلى ساعة كاملة ينتظرون دورهم للإدلاء بالتصويت. قبل الآن يعني جهات كردية معارضة كانت تتوقع بسبب يأس الناس أو الخوف من الضغوطات الدولية أن لا يكون هناك إقبال، ولكن منذ الساعات الأولى بدأ هذا الشيء، خصوصا البارحة في ساعة متأخرة من الليل أعلنت حركة التغيير المعارضة وكذلك الجماعة الإسلامية الكردستانية والتي هي أيضا معارضة عن مشاركتهم في عملية التصويت، علما أنهم كانوا يرفضون عملية الاستفتاء في هذا التوقيت، وكان يعني لديهم مطالب عديدة لكي يشاركوا فيها. وما إن علموا بأن العملية أصبحت أمر واقع حتى هم أيضا أعلنوا المشاركة. نعم، إلى أي ساعة سوف تستمر عملية الاستفتاء شيروان؟ حتى الساعة السادسة مساء، ولكن في الانتخابات السابقة التي جرت عادة ما يتم التمديد لها حتى الساعة التاسعة أو العاشرة ليلا. على العموم إذا حصل أي تمديد في الساعة الرابعة يعني سيتم الإعلان عنه، ولكن نعم. في مجمل الساعة السادسة أو السابعة سين. نعم، ما هي المناطق خارج إقليم كردستان العراق التي لم يجري فيها الاستفتاء باختصار؟ بالنسبة لتلك المناطق يعني في كركوك هي أهم المناطق المتنازع عليها يجري فيها الاستفتاء بشكل سلس على عكس أيضا المتوقع، خصوصا أن هناك كانت مخاوف أمنية من حدوث عمليات في يوم الاختراع. أما بالنسبة للمناطق الأخرى المتنازع عليها هي بالمجمل بسبب حرب البشمركة ضد التنظيم الدولة ضد تنظيم داعش يعني سيطروا على تلك المناطق، وبالتأكيد بسبب وجودهم وسيطرتهم العسكرية على تلك المناطق يعني فرضوا مراكز الاختراع هناك. بالنسبة لحجم المشاركة في تلك المناطق ربما أحد بعد ساعتين أو ثلاث سيظهر حجم مشاركة تلك المناطق. الصحفي شيروان ملا إبراهيم، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل، شكرا جزيلا لك.